أعلنت هيئة النزاهة اعتقال مسؤولين في محافظة الأنبار واسترجاع 6 مليارات دينار، مشيرة إلى أن المبالغ التي تم التلاعب بها تمثل استقطاعات من رواتب موظفي دائرة صحة المحافظة المخصصة لدعم الحشد الشعبي وإغاثة النازحين. وقال دائرة التحقيقات بالهيئة أنه تم إلقاء القبض على عدد من المسؤولين في دائرة الصحة ومصرف الرافدين في المحافظة، وبينت أنه جرى ضبط أصل 5 صكوك في مصرف الرافدين فرع الأنبار صادرة عن دائرة الصحة في المحافظة، تم بموجبها تغيير عنوان الجهة المستفيدة في مستندات الصرف وكعوب الصكوك.